مرة أخرى نواصل الحديث مع ضيفنا داخل الاستوديو الصحفي الأستاذ عبد الله صلاح مدير مكتب اليوم السابع بأسوان. يمكن أستاذ عبد الله كنت بتتكلم في إطار حديثك عن المؤتمر اللي يعني ربما تكون وقائعه لا تزال مستمرة الآن في أسوان. أهم ما لفت النظر هو الحضور الكبير للشباب، شباب الجامعات. يعني هنا أصبحنا نراهن على أن الشباب أصبح لديهم من الوعي السياسي وهم يشكلون يعني نسبة كبيرة جدا، وده كان دور مهم بتلعبه الجامعات وأيضا من قبل ذلك تلعبه المدارس في تنمية الحس السياسي وأهمية المشاركة الانتخابية لدى الشباب والنشأ. ده حقيقي، يعني من الحاجات اللي أنا لاحظتها في المؤتمر الجماهيري اللي انعقد في مصنع كيما أسوان، ولكن كان في حضور بنسبة كبيرة تتخطى 60% من المشاركين في المؤتمر، كانوا من فئة الشباب، شباب وفتيات هم بيمثلون جامعة أسوان، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وغيرها من المؤسسات التعليمية اللي موجودة في أسوان. ده طبعا زي ما حضرتك أشرت يا أستاذ عبد الله إنه بيشير إلى إنه بقى في وعي سياسي في فئة الشباب بالأخص، وده دور مهم جدا هتحتاجه أكيد مصر في الفترة القادمة، لأنه يعني شفنا الفرص اللي بتمنح للشباب في الوقت الحالي في تولي مناصب وقيادات في الدولة معظمها من الشباب. الرسالة دي يمكن أدت يعني بارقة أمل لعدد كبير من الشباب إن هم يسعوا ويشاركوا، ولأنه ممكن يبقى لهم دور فيما بعد في قيادة هذه المناصب. ده أبرز حاجة يمكن لمستها خلال حضور المؤتمر، بجانب طبعا زي ما قلنا الرسالة الأساسية اللي كان يمكن بيبثها المؤتمر، وهو نزول المواطنين. وكان على فكرة برضو بالمناسبة إنه كان في فئات كتيرة مشاركة، شفنا المرأة وشفنا الرجال وشفنا بمختلف طبعا انتماءاتهم العملية، وكمان في أطفال. أكيد كان في أطفال، في أطفال يعني مع أسرهم يعني بالضبط، ومعهم أعلام مصر كان بيرفعوها. فده يعني إن دل أو بيشير إلى يعني إن الأسرة المصرية بكاملها سواء شباب أو أطفال أو سيدات موجودين على أرض الواقع وموجودين في المحافل يعني السياسية. تمام، نرجع لحديثنا اللي كنا بنتكلم فيه وهو عن المشروعات التنموية. يمكن حضرتك ذكرت مجموعة من المشروعات ترى للمواطن ويستشعرها المواطن، لكن هناك مشروعات يعني تحت الأرض زي ما بيقولوا كده يعني بمعنى صح، ودي مهمة جدا جدا جدا، وبنشوف احنا في أسوان ازاي بيتم تغيير البنية التحتية بشكل جذري للقضاء على مشاكل مزمنة خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي كانت ولا تزال تعاني منها مدينة أسوان. يمكن عايز أقول إنه أسوان قبل يمكن 30/6 كان هناك مشاكل كتير جدا في أسوان. بعد 30/6 ويمكن انطلاقا من الجمهورية الجديدة بدأنا نشوف انطلاقة كبيرة جدا في المشروعات، ويمكن كان أبرز ما يتم لمسه في أسوان زي ما حضرتك ذكرت كده اللي هي البنية الأساسية. كتير من المواطنين كانوا بيشتكوا من الطفح المياه اللي موجود سواء صرف صحي أو مياه، طبعا ده كان بسبب تهالك المواسير وشبكات الصرف الصحي والمياه في أسوان، عدى عليها أعوام كتير ما كانش بيتم إحلالها. عايزين نقول إنه سيادة الرئيس يعني بيحب أسوان ومن أكتر المحافظات اللي بيديها دعم، وده شفناه على أرض الواقع. فطبعا تم الدعم لأسوان في الكثير من المشروعات، يمكن صندوق تحيا مصر دخل في أسوان بحزمة من المشروعات وكان من أبرزها هي البنية الأساسية، وما زالت حتى الآن بيتم يعني تغيير شبكات الصرف الصحي والمياه لإنهاء الأزمة والمعاناة اللي ظل أهالي أسوان بيعانوا منها لسنوات طويلة.
طيب نتكلم برضو عن جزئية تانية أستاذ عبد الله، المدن الجديدة. الدولة بتقول اهتمام كبير جدا بالمدن الجديدة وبنرى فيها قفزات هائلة، يعني هنا حظنا مثلا في أسوان الجديدة، وفي الأقصر طيبة الجديدة، وفي قنا الجديدة، وفي سوهاج الجديدة، وهكذا. يعني كيف يعني ترى التطور الهائل في هذه المدن من خلال معايشتك في مدينة أسوان الجديدة، وتطور الخدمات، وبدأ توافد بقى المواطنين بأكثر على هذه المدن الجديدة؟ الفترة الأخيرة يعني لاحظنا اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بالمدن الجديدة، ويمكن متمثلة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وعلى غرارهم طبعا المدن الجديدة المنتشرة في كل يعتبر في كل المحافظات في مصر. ويمكن نصيب أسوان وأهمية مدينة أسوان الجديدة بالنسبة لمحافظة أسوان هي أهمية كبيرة، تتمثل في الأهمية دي في إنه مدينة أسوان الجديدة بتعتبر مستقبل أسوان، في إن هي خفت الضغط السكاني، ويعني كان في إقبال كبير جدا على العقارات وعدم وجود يعني مساحة للسكن في مدينة أسوان نفسها. بعد طبعا انشاء مدينه اسوان الجديده وفتح العديد من المشروعات هناك، وطبعا تسليم عدد كبير جدا من المشروعات السكنيه وعدد الوحدات السكنيه اللي تخطى 6020 وحده سكنيه في مدينه اسوان الجديده، ده ادى فرصه لتخفيف الضغط على مدينه اسوان، وفي نفس الوقت تاسيس مدينه، يعني المدينه موجوده متكامله متأسسة من أول وجديد، طبعا مش مجرد وحدة سكنية فقط، ولكن الدولة دلوقتي بتسلم المواطن وحدة سكنية بالمرافق والخدمات الاجتماعية الخاصة بالوحدة السكنية، عشان يجي المواطن يسكن في الوحدة السكنية ويلاقي كل الخدمات متوفرة. وأتمنى يعني من رؤساء أجهزة المدن الجديدة في المحافظات وخاصة في محافظة أسوان إن هم يعني يلبوا الطلبات، و يعني عايز أقول إنه السكان طبعا بتبتدي تزحف زحفا للمدن الجديدة، وبالتالي استيعاب هؤلاء السكان وهذه الأعداد محتاج طبعا بذل مجهود أكبر، خدمات أكثر، وتطوير هذه الخدمات أكثر بالضبط. يعني احنا بنجد يعني هي تخطيط هذه المدن يعني مخططة بما يلبي كافة الاحتياجات والخدمات، لكن أحيانا يكون الخدمة لا تقدم لأنه عدم وجود من تقدم له الخدمة. ده كان في البداية، لكن في الفترة الأخيرة لمسنا إنه مدينة أسوان الجديدة بدأ عدد كبير جدا من المواطنين يسكنوا فيها، واللي حتى كان معاه وحدة سكنية مستلمها أصبح لا لازم أروح وأسكن هناك، لأنه شاف فعلا المستقبل على ايده في موجود في مدينه اسوان الجديده. وعايز اقول كمان انه في الفتره الاخيره شفنا يعني تشغيل عدد كبير من الخدمات، كان بدايتها يمكن من جامعه اسوان، كليه البنات الاسلاميه في مدينه اسوان الجديده، مديريه الامن. لما بنشوف صرح كبير زي مبنى مديريه الامن بكل الادارات اللي فيه المختلفه، والادارات الخدميه الخاصه زي الجوازات ويعني الخدمات المختلفه، كل ده بيتم نقله بالكامل من مدينة أسوان لمدينة أسوان الجديدة. ده طبعا إدى روح للمكان وإدى ازدهار كبير جدا للخدمات إن هي تروح هناك. بنشوف يعني السيارات والخدمات المختلفة، وده لذا يعني عايز أقول إن أنا نرجع للنقطة الأولى اللي هو أتمنى من إنه برضو الأجهزة يعني تكون على قدر كبير من تشغيل في تسارع بقى وتسارع مع الحركة السريعة، لأنه أسوان في الفترة الأخيرة زي ما قلت لحضرتك أنه في عدد كبير من السكان، وكمان متوقع أنه في الفترة القادمة الناس كبير كانت قدمت في الإعلان الأخير لمدينة أسوان الجديدة، ومتوقع أنها تيجي تسكن وتستلم، فطبعا هيبقى في زيادة كبيرة جدا في الفترة المقبلة إن شاء الله. احنا بنتمنى يعني التوفيق بإذن الله دائما لكل ما هو من شأنه أن يخدم المواطن المصري بصفة عامة،
والمواطن الأسواني يعني كما كنا نتحدث عن بعض مظاهر التنمية في أسوان، وتبقى يعني الآمال معقودة على فكر المواطن وأهمية أن يكون كل إنسان منا دور كله الدور الإيجابي والمشاركة بفاعلية في كل ما يحدث على أرض الوطن من أحداث. أكرر شكري لضيفي الكريم خلال هذه الحلقة الصحفي الأستاذ عبد الله صلاح مدير مكتب اليوم السابع بأسوان، والشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.